في مبادرة تزامنت مع اليوم العالمي للعمل الخيري، انطلقت حملة شجرة لكل مواطن في محافظة كربلاء بغية زيادة الساحات الخضراء والقضاء على التصحر داخل المحافظة. في رعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان تم إطلاق حملة شجرة لكل مواطن، وما أحوج البلد اليوم إلى العمل التطوعي، لذلك حرصنا شديدا أن نكون حاضرين بين أخواننا الناشطين المدنيين لإطلاق هذه الحملة، وهذه الحملة ستكون بعدة مبادرات منها صبغ الأرصفة وتوزيع أكياس القمامة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالعمل التطوعي، وذلك تشجيعا للعمل التطوعي، وإن شاء الله تكون كربلاء هي المحطة الأولى وسيتم الانطلاق إلى بقية المحافظات لإطلاق العمل التطوعي. الحملة شاركت بها المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتوصل رسالة لجميع الدوائر الخدمية داخل المحافظة بالعمل وإبداء المساعدة لنجاح هذه الحملة التطوعية، لتكون حافزا لإشراك جميع المواطنين في زراعة وتجميل المناطق. طبعا اليوم أنا كمواطنة كربلائية أشجع أصحاب الحملة لهذه المبادرة الطيبة والرائعة، هي تشجير محافظة كربلاء بالأشجار المناسبة لها، وخصوص في مدخل المدينة راح تكون أشجار إذا مو مثمرة من أشجار دائمة الخضرة، فلهذا راح تكون كربلاء المقدسة أكثر حيوية وأكثر نظرية في المجتمع. طرقت إدارة حملة شجرة المواطن في كربلاء المقدسة اليوم، ارتئينا نختار هذا اليوم 5/9 اليوم العالمي للإنسان إن شاء الله. نتأمل من الشباب الكربلائي المشاركة بالحملة، نتأمل من دوائر كربلاء، دائرة البلدية، الماء، الزراعة، البيئة، محافظة كربلاء، الإسناد للجهود المتطوعين، يكون دعمنا بالماء، بالسقي، بالأشجار. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء بالاشتراك مع الناشطين تستثمر هذه الأوقات لتشجير محافظة كربلاء المقدسة لجعلها بصورة جميلة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.